هو فكره الجرائم الالكترونيه، يعني فكره الحاجات اللي بتحصل على الانترنت اللي من شانها ان هي تكون بتستفزني مثلا بشكل او باخر، مثلا او ناس بتحاول ان هي تاخد بيانات عني، ناس بتحاول ان هي تكون بتحاول تسرق مثلا حاجه زي الكريدت كارد او الفيزا بتاعتي. جرائم الكترونيه كتير ممكن نكون بنتعرض لها، وعشان كده النهارده في فقره هنكون بنتكلم فيها عن الموضوع ده. ايه رايك يا حسين في الموضوع ده؟ يعني طرقتي له بشكل او باخر قبل كده ولا؟ انا اعتقد يا مايكل ان مش كلنا عارفين ان في حاجات معينه لما بتحصل بتكون دي جريمه او مصنفه عندنا في القانون المصري ان هي جريمه. بالزبط. يعني ممكن نكون عارفين ان بره في الدول المتقدمه علشان سابقنا شويه في التكنولوجيا والكلام ده كله ممكن يكونوا بيتحاسبوا على اي حاجه على مواقع التواصل او على الانترنت بصفه عامه. بالزبط. لكن عندنا هنا في مصر بقى ثقافه ان ممكن يكون فكره الابتزاز هي جريمه، فكره ان حد ياخد كبيرة. معلوماتي حتى ممكن نقول الحاجات الكبيره احنا شايفين هي جريمه. بس في حاجات اصلا ممكن تبقى صغيره هي المفروض تكون جريمه. يعني مثلا فكره ان انا مثلا اجيب ملفات مثلا سواء كانت افلام او سواء كانت برامج او سواء كانت اي حاجه بطريقه غير شرعيه، هي دي المفروض في حد ذاتها جريمه اصلا. صحيح. فلو انا مثلا موجود في بلد تانية مثلا ممكن يكون فيها تطبيق مثلا للقوانين بشكل مختلف او الناس فاهمه القوانين دي بشكل مختلف، فممكن يقول مثلا دي جريمه واضحه جدا، بس لسه مثلا الثقافه ممكن ما تكونش واضحه عندنا، فتلاقي في ناس بتعمل ممارسات وهي مش عارفه في الاخر ان دي في الاخر جريمه. ده حقيقي. فعشان كده احنا حابين برضو نسمع من المشاهدين اذا كانوا هم على درايه ان ممكن تكون في حاجات اتعرضوا ليها بتعتبر جريمه الكترونيه، اكتبوا لنا في التعليقات ايه ممكن تكون الجرائم او الانتهاكات او حتى الابتزاز اللي حصل عن طريق وسيله الكترونيه، عن طريق مواقع التواصل او اي حاجه الكترونيه حتى من خلال الموبايل. كل الكلام ده عايزين نعرفه من حضراتكم، انقلوا لنا صوره اكتر واكتبوا لنا في التعليقات على البث اللي شغال دلوقتي على سي تي في ايجيبت.